السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم هبة عماد سنة خمسة. النهاردة ان شاء الله هبدأ معاكم موديول التروما بأول سيكشن بعنوان Accident, Hemorrhage and Shock. قبل ما أبدأ حابة أقول لكم أهلا وسهلا بيكم في موديول التروما والدرما. ان شاء الله الموديول يبقى لطيف ويعدي على خير. والله هو محتوى الموديول لطيف وممتع، هو بس محتاج ان انتوا تذاكروا أول بأول لأن الكمية كوندنسد شوية، بس يعني عادي بقى، انتوا اتعودتوا على كده من الكلية. فهناخد بس بريك صغير كده بعد الاي ام تي، نرجع بقى بسرعة تاني نقوم عشان نكمل ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نبدأ، يلا السكشن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بس ما نبدأ عايزين نفتكر زمايلنا اللي توفوا بالدعاء، وندعي لهم ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وندعي لاهلهم بالصبر والسكينة، وندعي لنفسنا ان احنا نلحق بيهم على خير ان شاء الله. طيب انا كنت بقول ان انا هتكلم عن accident, hemorrhage and shock. طيب بصوا، هو انتوا طبعا عارفين ان التروما يعني حوادث، صح؟ انا النهارده مش هتكلم عن اصابه معينه من اصابات الحوادث، لا خالص. انا هتكلم في ان احنا ازاي نتعامل مع مريض جاي لي في حادثه، جاي لي بانجري ايا كان نوعها ايه، من قبل ما اعرف اصلا نوع الانجري اللي عنده. يعني ايه؟ امال انا هعمل ايه بالظبط؟ انا همانج البيشنت ده عشان اسيف لايف، عشان اعمل له ستابلايزيشن. هو انا ينفع اتعامل مع اي اصابه من غير ما الحاله دي تكون مستقره؟ لا طبعا. فانا اللي هتكلم فيه في سيكشن النهارده هو ان انا ازاي اسيف لايف للعيان ده، ازاي اخلي حالته مستقره، عشان بقى ابدا اشوف هو عنده اصابه ايه، ايه المشكله او الكلام ده. هتكلم عن المريض اللي جاي لي بحادثه اكسيدنت، او اللي جاي لي بهيموريدج بنزيف، او جاي لي بشوك، تمام؟ طيب خلونا نبدأ قبل بس ما نعرف ازاي نمانج البيشنت ده، نعرف كده كونسبت اسمه تراي مودايل ديس ديستريبيوشن. يعني ايه تراي مودايل ديس ديستريبيوشن؟ بالبلدي كده بيقول لي ان الموت الناتج من حادثة او من اي اصابة، بلاش حادثة عشان بتيجي دايما في دماغنا الترافيك اكسيدنت اللي هي ايه، حوادث الطرق. الموت الناتج من اي اصابة، تمام؟ اما بيحصل immediately بعد الاصابة دي، اما بيحصل ان الشخص ده اتصاب بس انا مثلا نقلته المستشفى، واثناء ما انا بتعامل معاه حصل له ديس، يبقى كده حصل في خلال ايه، ساعات من الاصابه، تمام؟ او ان لا خلاص، انا العيان ده نقلته المستشفى واتعاملت معاه وخف وتمام وحجزته في اوضه وبعد يومين ثلاثه مات، تمام؟ فعشان كده احنا هنقسم الانترفال او الديس على حسب الانترفال اللي حصل فيها افتر انجري. فقسمناها لثلاثة بيكس. الفيرست بيك عندي بيقول ان هي بتحصل seconds to minutes of injury. مثلا لو افترضنا ان الانجري هنا ان عربية خبطته، فان هو اول ما العربية خبطته وقع على الارض مات على طول، تمام؟ طيب هنا المود او الدس بيكون سببه ايه؟ بيكون سببه ابنيا، يعني cessation للrespiration، البريسنج بتاعه توقف. طب ده بسبب ايه؟ بسبب مثلا ان الخبطة دي اترزع على الارض جامد، فحصل له سيفير برين او هاي سباينال كورد انجري. منطقه الهاي سباينال كورد دي مهمه جدا جدا لانها فيتال جدا، هايلي سنسيتيف، تمام؟ حتى احنا هنذكرها كذا مره النهارده في السكشن ان شاء الله. فوقع على الارض مثلا دماغه اتخبطت جامد، او هاي حصل له هاي سباينال كورد انجري، تمام؟ فالايه الريسبيريشن او البريسنج توقف. حصل مثلا ايه، ان مثلا العربيه دي خبطته جامد في صدره، فالهارت رابشر، الاورطه رابشرت، لارج بلاد فيزلز رابشرت، فحصل immediate death، تمام؟ طيب السكند بيك بقى دي اللي احنا قلنا ان نقلناه المستشفى واحنا بننقله مثلا، او اثناء ما احنا بنتعامل معاه حصل الدس. اوكير within minutes to several hours following the injury. بيقول لي ان الدس اللي بيحصل في الانترفال دي بيبقى بسبب ايه؟ بسبب سب ديورال او ايبي ديورال هيماتوما. دول انتوا هتاخدوهم بالتفصيل في محاضره قدام ان شاء الله، بس يعني ان هو ايه، تجمع دموي جوه البرين، تمام؟ فمثلا ده ممكن يضغط لي على حاجه من السنترز المهمه او كده فتعمل الدس. هيمو نيمو سوركس، ان من قوه الخبطه الدنيا في الشيست بقت سايحه على بعضها، بقى فيه مثلا ايه هيموريدج جوه الشيست، جوه اللانج، جوه البلورا، وهكذا. ربشر سبلين، لاسريشنز اوف ذا ليفر، الحاجات دي هتعمل لي حاجه اسمها انترنال هيموريدج، هنعرفها كمان شويه. بلفيك فراكشر اند او اور مالتيبل اذر انجري، ان هو يكون جايب كوكتيل انجريز كتير مع بعض، تمام؟ بيقول لي ان الاربع حاجات دول الحاجه اللي تخليهم يعملوا دس هم ان يكون معاهم سيجنيفيكانت بلاد لوس. كل الحاجات دي بيبقى معاها هيموريدج نزيف كتير، فده اللي بيخلي العيان يدخل في ايه، في دس. عشان كده الموضوع مش ايميديت، لا ده خد فتره على ما حصل، تمام؟ بيقول لي طبعا لما تجيلي حاله
بالمنظر ده او بحاجه من الحاجات دي، لازم محتاجه ان انا اتعامل معاها بسرعه، اعمل لها رابيد اسسمنت اند ريسسيتيشن. سيبكم من الجمله الاخيره دي دلوقتي، هنعرفها كمان سلايدين بالظبط. تمام. طيب الثيرد بيك بقى بيقول ان دي بتحصل several days to weeks after the initial injury. تمام. most often due to a sepsis. مثلا هو لما مثلا ايه اتعور ازاز، حصل مثلا لما عربيه خبطته، دي من المثال اللي احنا قلناه، فجرح اتفتح اي حاجه. تمام. فالجرح ده حصل له infection، والانفكشن بقى سبريد في الجسم كله، فعمل له سيبسز، مالتيبل اورجان سيستم فيلير، حد مثلا عربيه خبطته جابت في جنبه، فعنده ايه حصل له رينال، الكيدني بتاعته ما بقتش شغاله، شويه شويه بقت كمان مثلا عنده لانج، عنده شويه البرين، خلاص يحصل ديس. تمام كده. يبقى انا عندي تروي موديل ديس ديستريبيوشن، ان الديس بيحصل على انترفال من 3، يا سكند تو مينتس، يا مينتس تو سيفرال اور، يا اما بعد سيفرال دايز. طيب ده اول كونسبت. تاني كونسبت عندي، ماشي خلاص احنا كده عرفنا. طيب عايزين بقى نتعامل مع البيشنت اللي جاي لي بانجري، جاي لي باصابه، بحادثه، باي حاجه، او حتى بهيموريدج او بشوك. طيب بص دلوقتي قبل ما نقرا الكلام ده، خلينا نفترض ان انا بشتغل في مستشفى، المستشفى دي القدره الاستيعابيه بتاعتها 10 سراير، وشغال فيها 10 دكاتره. تمام كده. طيب جميل. حصل مثلا كان في حادثه عربيه، تمام، وعدد المصابين 4، مش دول كده يعني في الطاقة الاستيعابية بتاعتي عادي، هلاقي لهم سراير وهلاقي لهم دكاترة يتعاملوا معاهم، صح كده؟ طيب جميل. طيب لو جالي بقى ميكروباص مثلا هو اللي عامل الحادثة، فجاي لي 12 واحد، ماشي، هو انا عندي 10 سراير بس، بس احنا لو بصينا كده هنلاقي ان 12 برضو ما زالت في القدرة الاستيعابية بتاعتي. ممكن الاقي مثلا ايه، مش كلهم هتبقى حالتهم خطيرة، ممكن الاقي مثلا واحد جاي بكسور بس، واحد هو اللي بينزف. تمام. طيب دول هبدأ اتعامل معاهم ازاي؟ انا عندي 12 واحد و10 سراير و10 دكاترة، صح كده؟ هبدأ اشوف مين فيهم الاخطر واتعامل معاه. يعني اكيد مثلا لو جالي واحد بينزف نزيف شديد، ولا جالي واحد مثلا بكسر في ايده ورجله، لا، يبقى انا اتعامل اخلي الدكاترة يخلصوا الاول الحالة الاخطر دي، وبعد كده اشوف مين، اشوف الراجل اللي عنده كسور ده، لان ده لو اتساب شوية مش مشكلة، تمام، انما التاني لو اتساب هيموت. طيب حلو. طيب نفس المستشفى دي وجالي لا قدر الله حادثه قطر، 200 واحد مصاب، هل ده في القدره الاستيعابيه بتاعتي للمستشفى؟ لا خالص خالص، لا سراير ولا دكاتره ولا ريسورسز ولا اي حاجه خالص. طيب هعمل ايه؟ سيبكم من ان احنا نعمل لهم ريفير في مستشفى ثانيه، نفترض ان مفيش غير هي دي، هبدا اتعامل معاهم على اساس ايه؟ هتعامل معاهم حسب الاخطر زي المره اللي فاتت؟ لا، قال لي لا. هتعامل معاهم ازاي؟ هشوف الحاله اللي ليها فرصه اكبر في الحياه، بشرط ان تكون الحاجات اللي هي محتاجاها دي، او ان انا محتاجه اعملها لها عشان تعيش، تمام، في المتناول بتاعي، موجوده الريسورسز دي موجوده عندي في المستشفى في قدر استطاعتي. تمام. يبقى بختار الحاله اللي ايه، اللي فرصتها اكبر في ان هي ان انا اقدر اسيف لايف بالنسبه لها. طيب فده كده كونسبت عندي اسمه تراياج. يعني ايه تراياج بقى؟ حتى انا كاتباها لكم اختصار كده بالعربي، هفضل الاخطر، انما لو ناس كتير هفضل الاسرع واللي ليه فرصه اكبر في الحياه. الحاله اللي هقدر انجزها بسرعه، انا عندي 200 واحد، لو جيت اشتغلت مع حاله 10 ساعات مات قصادها 10 تانيين، طب ما انا كان ممكن انجز ال 10 دول اسرع، كل واحد فيهم هياخد وقت اقل. تمام. فبيقول لي ان الترياج ده involve sorting of patient based on their need for treatment and resources available to provide the treatment، حسب احتياجاتهم وحسب الاحتياجات بتاعتهم دي متوفره عندي ولا لا. تمام. And this sorting is in the field so that decision can be made regarding a appropriate receiving medical facility. فأنا لما ببدأ أقسمهم، ببدأ أخد قرار بقى أنا هتعامل مع مين الأول ومين هسيبه يستنى والكلام ده. طيب فأنا عندي الحالات اللي احنا اتكلمنا عنها دي حالتين، حالة اسمها multiple casualty وحالة اسمها mass casualty. المالتيبل كاجواليتي دي هو إن أنا عندي أكتر من patient، تمام، ولكن ال number of patient والسيفيريتي بتاعت الانجوريز بتاعتهم don't exceed the capability of the facility، هي لسه في المتناول بتاعي. تمام كده. In such a situation patient with life threatening problem and thus sustain multiple system injury treated first. ببدأ بمين؟ بالناس اللي عندهم life threatening problem او عندهم اللي هي ايه، اصابات كتير. تمام. طيب تاني حاجة بقى اللي هي الماس كاجواليتي، بيقول ان الماس كاجواليتي دي number of patient
والسيفيريتي اوف زير انجريز لا دي بتعدي حدود طاقتي بكتير, اكسيد ذا كابابيلتي اوف ذا فاسيلتي اند ستاف. تمام. ان ساتش سيتويشن بعمل ايه بقى؟ بيقول ان البيشنت اللي هاف جريتست تشانس اوف سرفايفل اند ريكواير ذا ليست اكسبندتشر اوف تايم equipment, supply, personnel treated first. المريض اللي يكون عنده فرصة أكبر للحياة بشرط إن هو ما يكلفنيش وقت كبير, أو الأسرة اللي محتاج عدد دكاترة أقل في التعامل معاه, اللي محتاج كمان resources أقل. تمام. طيب ده كده ترايج. تالت بقى كونسبت معايا النهاردة, وده اللي احنا هنكمل فيه لحد آخر السيكشن, اسمه أطلس. أطلس ده اختصار لكلمة Advanced Trauma Life Support. دي تباكة كده في الأول, مش عارفة يعني اخترعوا المصطلح ده امتى, مش عارفة ايه اللي يهمني, بس ان الأطلس دي انا بتعامل بيها في الفيرست اور اوف تروما كير. انا قلت ان انا النهاردة هتكلم في ان انا ازاي اتعامل مع البيشن ده, whatever the cause of injury, ايا كان هو هيطلع عنده ايه او هيطلع ايه سبب الانجري اللي عنده او الكلام ده كله, انا بسيف لايف. تمام. طيب ايه بقى الكونسبت بتاع الأطلس؟ treat the greatest threat to life first. ماشي. انا بشوف الحاجة اللي بتهدد حياة الشخص ده او البيشن ده. The lack of definitive diagnosis should never impede the application of indicated treatment. مش معنى ان انا مش عارفة الشخص ده عنده ايه ان ده يمنعني ان انا اتعامل معاه. A detailed history not essential to begin the evaluation. هتاخده بعد كده في البطنة وفي مواد تانية كتير, ان انا اول ما اشوف وش عيان انا اول حاجة اعملها لازم اخد history. بس ده طبعا بشرط ان يكون العيان ده ستيبل, يعني جايلي على رجله. تمام. لا ده جاي حد جايلي في حادثة, جايلي بنزيف, هقعد اخد منه history؟ لا, اركن الهيستوري خالص دلوقتي, اسيف لايف الاول وبعد كده اشوف بقى اخد منه هيستوري واشوف عنده ايه والكلام ده كله. طيب بنفذ الادفانس تروما لايف سبورت ازاي؟ بنيمونيك كده اي بي سي دي اي. اول حاجه الاير واي, ما هو انا عشان اسيف لايف لازم الاير واي يبقى بيتنت, العيان ده يقدر يتنفس صح كده. في بقى جمله مهمه قوي, ويز سيرفايكال سباين بروتكشن. خلي هنعرفها كمان شويه عشان ايه ما اقعدش اقول في كلام مبهم دلوقتي. تاني حاجة بريسنج, اتأكد بعد ما عرفت ان الايروي او اتأكدت ان الايروي بقى بيتنت خلاص, هو اتأكد ان هو بياخد نفسه. تمام. سيركيوليشن, ازاي ان انا لو لقيت اي هيمورج عندي لازم استوب الهيمورج. تمام. بعد كده ديسابيليتيز اي نيورولوجيك ستيتس, اشوف بقى لو هو عنده اي ديسابيليتي بسبب الانجري دي. اخر حاجة اكسبوجر وانفايرمنت. طيب اكسبوجر يعني اندرس, انا ايه اهميه ان انا اقلع العيان اللي جاي لي في حادثه او ان انا اعمل له اكسبوجر؟ لا دي حاجه مهمه جدا, لان ممكن يبقى فيه مسد انجري بسبب الهدوم, حد يكون مثلا اتخبط خبطه جامده في بطنه. تمام. وهو انا اللي شايفاه كسر. تمام. بس انا لما عملت له اكسبوجر لقيت فيه كدمه جامده جدا في بطنه, فكان الدليل ان فيه, لا ده ممكن يبقى فيه انترنال هيموريدج, في حاجه. تمام. دي مهمه قوي. طيب ليه بنقول انفايرمنت او تمبريتشر كنترول؟ ما هو ما يجيليش مثلا عيان في الشتاء واعمل له اكسبوجر واسيبه, لا هو كده هيموت مني برده, بس هيموت من الهايبوثيرميا. تمام. فانا وانس انا عملت اكسبوجر, لا لازم اكنترول التمبريتشر حواليا. طيب تمام. بيقول ان الادفانس تروما لايف سبورت دي بروفايد اتس بارتيسيبنت وذ سيف ريلايبل ميثود فور ايميديت تريتمنت, يعني نفس الكلام اللي احنا عمالين نقوله برضو بقالنا شوية, هو ان ده بيدينا البروتوكول اللي هنتعامل بيه بحيث ان الموضوع يبقى سيف لينا كدكاترة وسيف للبيشنت اللي احنا بنتعامل معاه. طيب هو بقى بيساعدني في ايه؟ بيساعدني اسس البيشنت كونديشن رابيدلي واكيوريتلي, ان انا ابدا ايه ان انا اعرف الكونديشن بتاعت البيشنت دي واساعده بسرعه. ريسوسيتيت اند ستابلايز البيشنت اكوردنج تو بريوريتي, ببدا حسب الخطوره وحسب اهميه الحالات اللي عندي اعمل لهم ريسوسيتيشن واعمل لهم ستابلايزيشن. تمام. عشان ابدا بقى اتعامل مع الانجرز اللي عنده. ديترماين ويزر بيشنت نيد اكسيد فاسيليتي ريسورس او الدكتور كابابيليتي ولا لا, اللي احنا قلناه في الترياج. ارينج ابروبريتلي فور بيشنت انتر هوسبيتال او انترا هوسبيتال ترانسفير. خلاص انا ممكن بعد ما عملت له ستابلايزيشن اكتشفت ان الاصابه اللي عنده دي مش بتاعتي ك ك ك تروما دكتور, خلاص هبدا بقى اعمل له ريفير. ممكن اعمل له ريفير جوه المستشفى لقسم تاني, او ممكن تكون يعني النيدز بتاعته مش عندي اصلا فاضطر اعمل له ريفير لمستشفى تانيه, فبعرف ايه هي الحاجه اللي انا عامل ترانسفير عشانها, او لازم اذكر ده انا عامل ترانسفير لمين بالظبط, امتى ينفع اعمل له ترانسفير دلوقتي ولا لا, لسه الحاله محتاجه مثلا ايه تفضل شويه كده عشان اتاكد انها استقرت تماما, وهنقله ازاي. تمام. Ensure that optimal care provided and level of care doesn't deteriorate at any point. بمعنى ايه الموضوع ده؟ during evaluation, resuscitation او transfer,
بمعنى ان انا خلاص عملت ستابلايزيشن، هي قريبه من النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها في 4 دي، ان انا خلاص عملت للشخص ده ستابلايزيشن تمام. وايه بس انا قررت ان هو لازم يتنقل تمام. في مرضى بيبقى حصل لهم ستابلايزيشن خلاص، بس مجرد ما افصلهم مثلا من الاجهزه اللي هم متعلقين عليها او ان انا اوقف السبورت بتاعهم ده عشان انقله، الحاله تتدهور. فانا لازم اتاكد ان الحاله دي مش هتتدهور خالص لو انا فصلت عنها السبورت اثناء مثلا ايفالويشن ريسوسيتيشن او ترانسفير تمام. اتاكد ان الحاله في اي مرحله، سواء وانا لسه بعمل لها ايفالويشن، سواء وانا بعمل لها ريسوسيتيشن، سواء بعد ما اعمل لها ترانسفير، ان الحاله دي مش بتسوء مني، لا الحاله بتتحسن تمام. طيب بيقول لي بقى ايه، ان الانجري ده ديزيز ليه هوست طبعا اللي هو البيشنت، وليه فيكتور اوف ترانسميشن الطريقه اللي الانجري حصلت بيها يعني. طيب تمام. تعالوا بقى نبدا اول حاجه اللي هي الاير واي مينتنس تمام. ايه اهميه ان انا افحص الاير واي، او ايه المشكله اللي ممكن الاقيها في الاير واي؟ انا ممكن الاقي ان مثلا حصل فورين بودي دخل في الاير واي سده، او ان الشخص ده مثلا بينزف جامد فدخل شويه بلاد جوه الاير واي سده، او حصل فراكشر في عظم الفيس مثلا او عظم الماندبل، او حصل فراكشر في الكارتليج بتاع التراكيه تمام. فايه فمثلا ايه يعني عمل برضو اوبستراكشن للاير واي تمام. طيب عشان كده بقى بيقولي ان الرابيد اسسمنت فور ساينز اوف اير واي اوبستراكشن، ببدا ادور على اي علامات للاير واي اوبستراكشن ماشي. ولو لقيت فعلا ان في حاجه، طبعا ده بالانسبكشن، ببدا اعمل لها ساكشن يعني اشفطها، لو في فورين بودي او لو في مثلا شويه بلود كده او حاجه زي كده بعمل لها ساكشن. او ان انا بقى ابدا ابص على الفيس اشوف مثلا لو في فيشيال مانديبولر او تراكيال او لارينجيال فراكشر، لان كل الفراكشرز دي ممكن برضو تعمل ايه اوبستراكشن للايروي تمام. الجمله بقى اللي انا قلت لكم اجلوها، انا اي ميثود هستخدمها عشان الاير واي مينتنس لازم اتاكد من حاجه مهمه قوي، بروتكتنج سيرفايكال سباين. زي ما قلت لكم في الاول، انا عندي منطقه السيرفايكال سباين او الهاي سباينال كورد، دي منطقه سنسيتيف جدا، مهمه جدا، فيتال جدا. عشان كده ما ينفعش يبقى حد جاي لي مثلا مخبوط او واقع من دور عالي او كده وانا عندي احتماليه ولو 1% ان هو يكون عنده ايه ان هو يكون عنده فراكشر في الفرتبرا او كده. اقوم انا جايه، بصوا يعني قبل ما نشرح كده، زي ما انتم شايفين احنا هنا ميثود بنتني الرقبه لورا، فما ينفعش اقوم انا جايه بعزم ما عندي وتانيه الرقبه لورا ومبهدله، ده انا كده هبقى بهدلته فعلا تمام. لا، فالحاجات دي لازم تعامل معاها بحذر، ولازم اتاكد ان السيرفايكال سباين عندي بروتكتد تمام. طيب ايه بقى الميثودز دي؟ عندي كذا واحده كده، هنبدا باول حاجه اسمها تشين ليفت. بصوا ده كده البيشنت وهو نايم اهو، انا هعمل ايه بقى؟ هقوم جايه جايبه كف ايدي وعامله ضغطه على الفور هيد كده تمام، اللي هي الجبهه بتاعته دي، بحيث ان انا ارجعها لورا شويه. بصوا النك بقت ايه، بقت يعني عملتها لورا شويه، عملت لها ايه هايبر اكستنشن، بس مش هايبر اكستنشن قوي، بسيط خالص ماشي. طيب تمام. وبعدين دي كده ايد اهي ماشي. الايد التانيه انا لو جيت رفعت ده من غير ما اعمل حاجه هنا، انا لسه الايروي عندي مقفول على فكره، فانا هقوم جايه بصباعي احطها تحت التشين هنا كده تحت دقنه، وارفع المندبل لفوق تمام. فكده بصوا هنا الايروي كان اوبستراكتد ازاي، بصوا هنا الايروي فتح اهو ماشي تمام. بيقول لي الفينجرز اوف وان هاند بليسد اندر ذا مندبل which is gently lifted upward، برفعه لفوق to bring the chin anterior، بحيث ان دقنه تبقى ايه، تبقى facing anterior بالنسبه لي تمام. the thumb of the same hand slightly dip، اه دي ما قلناهاش بقى. بص طيب مش انا عملت كده وخلاص، طب تمام انا الايروي عندي بقى مفتوح، بس فين الهواء اللي هيدخل له؟ ما هو بقه مقفول، فعشان كده بقوم بالثمب جايه منزله شفته كده لتحت بحيث بقه يتفتح. يبقى انا كده عملت 3 حاجات، ايد ضغطت على الفورهيد تمام ورجعتها لورا شويه، الايد التانيه الفينجر جيت تحت التشن او تحت المندبل كده ورفعته لفوق عشان افتح الايروي، وبالصم بتاعي فتحت دوست على اللور ليب او نزلتها لتحت عشان افتح الماوس تمام. the thumb of the same hand lightly depress the lower lip to open the mouth and simultaneously the chin gently lifted تمام. يبقى دي اول حاجه اللي هي ايه، التشن ليفت. طيب جميل. تاني حاجه اسمها جو ثرست، بنعمل ايه بقى؟ باجي اقف ورا العيان تمام،
وبجيب صوابعي، هنا المنطقه دي اسمها انجل اوف ماندبول انتوا اكيد عارفينها، بجيب صوابعي تحت الانجل اوف ماندبول الناحيه دي والناحيه التانيه ماشي، وابدا ارفع المندبول مش لفوق بقى لقدام. يعني بصوا استنوا هقول لكم حاجه، انا هنا كنت برفع المندبول ايه كده لفوق ماشي، انا هنا لا انا هرفع المندبول لقدام لقدام. هي تبان لكم وانا بشاور ان هي نفس الاتجاه، بس انتوا فاهمين لفوق غير ان انا بزق المندبول لقدام. المهم بصوا اهي، هو هنا الاتجاه ممكن يبقى واضح شويه اهو، اتجاه السهم ده في التشين ليفت اللي احنا قلناها السلايد اللي فاتت تمام لفوق، هنا لا انا برفع المندبول لقدام او زي ما السهم عامل كده تمام. طيب فبيقولي ان انا بجراسب الانجل اوف لور جو وان هاند اون ايتش سايد اند ديسبليس ذا ماندبل فورورد تمام، كلير ذا اير واي فور فورين بودي، اشوف لو في اي فورين بودي اشيلها تمام، كير ماست بي تيكن تو بريفنت نيك اكستنشن. قلت لكم ان احنا هنقول الموضوع ده كتير النهارده. طيب تمام، يبقى دي كده تاني حاجه جوس راست، هنا اهو ادي التشن ليفت وادي جوس راست. جوس راست بستخدم ايدي الاثنين، باجي من ورا العيان بحط ايد تحت كل انجل اوف ماندبل وارفعه لقدام، هنا بجيب ايد بعمل بيها اضغط على الفورهيد والايد التانية برفع المندبل من عند التشين كده لفوق تمام، وبالصنب بتاعي بقوم جايه منزله اللور ليب لتحت. طيب تالت حاجه بقى بيقول لي ان البيشنت هيد شود نوت بي هايبر اكستندد ولا هايبر فليكسد ولا روتيتد، عشان ده على فكره ميثود من الميثودز بتاعت البروتكشن اوف سيرفيكال سباين، انا خايفه ان يكون في فراكشر فوق او اي حاجه، فده الوضع الطبيعي هو ده الهايبر فليكشن ده الهايبر اكستنشن، ما ينفعش اعمل حاجه من الحاجات دي ولا اقعد الف له رقبته. رابع حاجه عشان اتاكد ان السيرفيكال سباين كويسه هعمل لها لاترال اكس راي، يعني هصورها من الجنب تمام. بعد كده بصوا رقم خمسة دي لما بيجي لي بيشنت تمام مش واعي قوي او جاي لي على نقاله او كده، بعمل له حاجه اسمها جلاسكو كوما سكيل. عارفين لما بيبقى في حد في كوما او كده بتسمعه دايما يقول الدكتور مثلا يقول لاهله ايه، والله ده هو سكوره 10 ده هو سكوره 11، ايه بقى موضوع السكور ده؟ دي حاجه كده الدكاتره بيعملوها عشان يعرفوا درجه وعي الشخص ده، مش شرط الشخص يبقى بيكلمني عشان يبقى واعي، فالوعي درجات تمام. فبنبدا نستخدم كده كذا ايتم، منهم الاي ريسبونس موتور ريسبونس لو جينا مثلا عملنا له اي ستيمولاي، برضو فيربال ان انا مثلا اكلمه اساله الحاجات دي، وببدا ايه بيبقى عندي سكور كده التوتال يعني من 15. هو الموضوع مش عليكم بس انا عشان افهمكم الكلام يعني ماشي، هو السكور توتال من 15 تمام. وانا عندي بنيجي بقى نقسمهم مايلد ومودريت وسيفير، اللي يهمني ان السيفير دي لما يكون السكور بتاعه 8 او اقل تمام. فقال لي ان لو جالي حاله بالترد ليفل اوف كونشسنس او الجلاسكو كوما سكيل بتاعها 8 او اقل خلاص لازم احط لها ديفينيتيف اير واي، يعني ما ينفعش اسيبه يتنفس كده، لا انا لازم احط له بقى فنتيليشن، احط له تيوب اتيبه ادخله يعني تيوب في التراكيه يتنفس من خلالها او كده تمام. رقم ستة دي حتى دي بجد حاجه مهمه قوي قوي وبتسيف لايف جدا وبتتقال في كل كورسات الفيرست ايد، ان دايما الجمله دي بتتقال انه لو كان كل دورك في مكان الحادثه انك بس تقول للناس ابوس ايديك ومحدش يحركه انت كده بتسيف لايف. ليه بقى؟ لان زي ما احنا قلنا ممكن تكون الخبطه دي نتج عنها انجري في السباينال كورد او فراكشر في فيرتبرا، الناس لما بتيجي تشيل هي بيبقى الموضوع نابع منهم شهامه جدا، بس هم مش دكاتره ولا مسعفين مش عارفين بيشيلوا ازاي، فيشيلوا غلط الاقي مثلا ان الانجري ده قام عامل لي قطع في السباين، قصدي الفراكشر ده عمل لي قطع في السباينال كورد، او القطع اللي في السباينال كورد ساق اكتر، ممكن اعيش الشخص ده ببراليسز ممكن ما يعيش اصلا تمام. فبس لو كان كل دورك انك تقول للناس سيبوه مكانه ومحدش يحركه لحد ما الاسعاف تيجي انت كده يعني انت كده بتعمل فيرست ايد تمام. بيجوا بقى المسعفين يحطوه على نقاله معينه زي دي وبيربطوه بشكل معين كده عشان ما يتحركش. فبيقول لي انيشال ان احنا بنعمل بروتكشن للبيشنت سباينال كورد ويز ابروبريت اموبلايزيشن ديفايس، ديفايس تخليه ما يتحركش تمام. طيب جميل، احنا كده ايه خلصنا الاير واي، هنسكيب نقطه البريسنج وندخل بقى على الهيموراج لو حد جاي بهيموراج. طيب طب قبل ما اقول هعمل ايه انا لازم اعرف ان الهيموراج نوعين، اما الشخص ده جاي لي متعور وانا شايفه النزيف بعيني، اما ان هو هيكون جاي لي بانترنال هيمورج، يعني هو عنده نزيف جوه جسمه انا مش شايفاه تمام، او انا مش شايفاه بس طبعا اكيد ليه ساينز يعني تمام.
الاكسترنال هيموريدج ده بيقول لي ريزلت من سوفت تيشو انجري، جميل مش مهم قوي. يقول لك 10 مليون ايمرجنسي في اليونايتد ستيت، سيبكم الكلام ده. بيقول لي ان اغلب السوفت تيشو تروما بيبقى معاها ايه، مايلد هيموريدج. الموضوع مش بيكون لايف ثريتنينج، يعني ما بيوصلش للدس، بس ليه سيجنيفيكانت ريسك، يعني بيبقى ليه كومبليكيشن. هو مش هيوصل للايف ثريتنينج، بس في كومبليكيشن ممكن تحصل منه، تمام. but can carry significant risk of patient morbidity and disfigurement. طيب جميل. بيقولي بقى ان السيريسنس بتاعت الانجري دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد اول حاجه على اناتوميكال سورس. هل الهيموريدج ده جاي من ارتري ولا جاي من فين ولا جاي من كابيلاري؟ مثلا قطعه الورقه في ايدينا واحنا بنذاكر دي زيها زي في فين انجري، زيها زي ارتري انجري؟ لا طبعا، تمام. الديجري اوف فاسكولار ديسربشن، هل الفيزل اللي اتقطع بالكامل ولا قطع صغير ولا قطع كبير، القطع بالطول ولا بالعرض؟ هتعرفوا الحاجات دي برضو كلها في المحاضرات قدام. طيب amount of blood loss that can be tolerated by the patient، ممكن حد يفقد نص لتر دم تظهر عليه اعراض ما تظهرش على واحد تاني غير لما يفقد لتر لتر ونص، فدي برضو بتتوقف على التوليرانس بتاعت البيشنت، تمام. ده كده الاكسترنال هيموريدج. طب الانترنال هيموريدج بيقول لي دي كان ريزلت من blunt أو penetrating trauma، ممكن acute أو chronic medical illness. الناس اللي بيبقى عندهم chronic severe hypertension بيعمل لهم brain hemorrhage، تمام. طيب عشان يحصل bleeding، هو أكيد هيحصل في مكان فاضي يعني cavity، عشان كده بيقولي internal bleeding that can cause hemodynamic instability، اللي يوصل ان هو يعمل hemodynamic instability يعمل خلل في الوظائف بتاعة الجسم، لازم يكون hemorrhage كميته كبيرة. وعشان hemorrhage يبقى كميته كبيرة، زي ما قلنا ان هو لازم يكون في cavity، تمام. فيحصل في واحد من الفور body cavities، chest, abdomen, pelvis, retro, peritoneum. طيب ايه signs او symptoms؟ انا عندي قلنا الاكسترنال hemorrhage هشوف بعناية، تمام. طيب الانترنال hemorrhage انا مش شايفة، بس بتظهر لي علامات signs او symptoms بتوقع من خلالها. زي ايه بقى؟ انه يجيب لي دم من اي natural orifice في الجسم، bright red blood من mouth, rectum او other orifice. طيب ممكن ما يطلعليش دم دايركت، يعمل لي ايه بقى؟ الدم ده اتهضم فخرج لي في شكل كافي جراوند appearance of vomitus. الدم ده نازل مع الستول فجالي في شكل منينة اللي هي black tree stool، تمام. ممكن ما يكونش فيه اي حاجه من الحاجات دي، بس يبدا يظهر عليه دوخه وسينكوب، او الشخص ده مثلا لو كان قاعد او نايم وجي يقوم بيحصل صدن دروب في الايه، في البلاد بريشر بتاعه، تمام، اللي هي ايه، دزنس وسينكوب اون سيتنج اور ستاندنج واورثو ستاتيك هايبوتنشن. طيب جميل. بيقول لي بقى حاجه كمان، ان الانترنال هيموريدج اسوشيتد وذ هاير موربيديتي ومورتاليتي ذان اكسترنال هيموريدج. دي جمله منطقيه، ده انا لما بشوف اي حد قدامي متعور او لو انا اتعورت اتشكيت في ايدي بروح على طول اربطها بتاع، انما انا هعرف منين ان في دم جوه؟ فالموضوع بيبقى مست جدا، فبيبدا يعمل كومبليكيشنز كتير، عشان كده هو ليه هاير موربيديتي ومورتاليتي، تمام. طيب بيقول لي بقى ايه، هل الجسم لما بيحصل هيموريدج بيسكت؟ قال لي لا، في فيسيولوجيكال ريسبونس كده للهيموريدج. بصوا استنوا تعالوا نجيب القلم كده. بصوا ده عندي بلود فيزل، ماشي، حصل ايه؟ حصل قطع هنا، فبقى البلود فيزل بالمنظر ده، ماشي، الحته دي كده ايه فيها قطع. طيب تعالوا بقى نغير اللون، ماشي. اول حاجه الجسم هيعملها هو القلم راح فين، ماشي. اول حاجه الجسم هيعملها ان هو هيبدا يعمل لي ايه، فازو كونستريكشن، عشان يضيق الفتحه اللي خارج منها الدم دي، تمام. وبعد كده هيبدا يكون لي بليتلت بلاج، هيبدا ايه، تيجي البليتلتس تتكون عندي هنا عشان تسد لي الفتحه، تمام. يحصل على البليتلت بلاج دي كواجوليشن، تسدها لي خالص 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 خالص، ويقوم جاي على الكواجوليشن ده يرجع بقى الجروس بتاع التشو تاني، تمام كده. طيب تعالوا نرجع بقى البوينتر تاني. فبيقول لي ان البازي انيشال ريسبونس تو هيموريدج تو ستوب بليدنج باي كيميكال مينز، اللي هي الهيموستاسيس، العمليه دي بنسميها هيموستاسيس. This vascular reaction involve local vasoconstriction, formation of platelet plug, coagulation, growth of tissue into blood that permanently close، عشان تقفلي الايه، الفيزل. عملنا vasoconstriction وبعدين عشان نضيق المكان القاطع، بعدين حطينا platelets، بعد كده عملنا لها coagulation، بعد كده رجع الايه، التشو يحصل له growth تاني، تمام. طيب
ازاي اكونترول الهيموريدج ده على حسب. لو هو اكسترنال هيموريدج، بصوا ده دي حاجة يعني معروفة جدا في الشعب المصري، اي حد متعور يقولك يا تربطها يا تكبسها، تمام؟ احنا برضه هنعمل نفس الكلام، هنربطها او هنكبسها، بس احنا هنا مش هنكبسها بقى ببن وكده، لا احنا هنكبسها بميديكال دريسنج يعني. تمام ماشي. طيب فاحنا قلنا الاكسترنال هيموريدج بنعمل دايركت بريشر، تمام، وبريشر دريسنج. بنعمل ايه بقى كمان مع الدايركت بريشر ده؟ بنعمل اليفيشن، تمام، ان احنا يعني بنرفع بحيث ان الدم ما ينزلش بالجرافيتي، يعني بحيث ان ايه مكان الانجري يبقى اجينست جرافيتي. ايس، الايس برضو بيعمل فازو كونستريكشن، بريشر بوينت ان انا انقي النقطه اللي بينزف منها بالظبط وفوقيها حاجه بسيطه كده بقى ايه ضاغط جامد. كونستراكتنج باند وتورنيكت، دول اللي احنا بقى بنربط بيهم. ماشي. بيقولي ان بالنسبه للتورنيكت دي، بالنسبه للتورنيكت دي احنا ممكن نستخدم الكاف بتاعه جهاز الضغط بان احنا مثلا نشوف السيستول بتاعه ونرفع فوقيها 20 ل 30 ملم مركري، 100 مثلا، فنرفع ل 120 او ل 130، بس الريليز بتاعها may send toxins to heart. دي مشكله الايه الموضوع التورنيكت ده. طيب في بقى حاجه مهمه قوي، بيقول لي في حاله اللاكتيك اسيد والالكترولايتس بلاش تورنيكت او نخليها لاست ريزورت، يعني نخليها اختيار اخير. ليه؟ بصوا هو ايه اصلا اللي يعمل لي لاكتيك اسيد والالكترولايتس، ايه اللي يخليهم موجودين يعني في حاله الاكسترنال هيموريدج ده؟ مش الاكسترنال هيموريدج دي يعني هو عمال يفقد دم، يعني دخل في هايبوفوليميا، صح كده؟ طب مش الهايبوفوليميا مع الوقت هتعمل لي اسيدوزيس؟ تمام، فهيبقى عندي لاكتيك اسيد والكترولايتس موجودين بزياده في الدم. ماشي جميل. طيب التورنيكت دي انا بفضل رابطه او ضاغطه على المكان ده لفتره عشان استوب البليدنج. حلو، هو البليدنج هيستوب، مفيش اي مشكله خالص، بس في عندي مشكله تانية ان انا بعمل نيكروزس للتشو اللي تحت التورنيكت دي وبعمل نيرف دامج كمان. ماشي. فهو اصلا عيان الاسيدوزس ده هو مش ناقص، هو عنده دامج من غير حاجه، فانا بالتورنيكت كده بخلي الموضوع يزداد سوء. بس ده المقصود يعني. ده بالنسبه للايه، للاكسترنال هيموريدج. طيب الانترنال هيموريدج بقى، بيقولي ان الانترنال هيموريدج ده، ان الانترنال هيموريدج ده ممكن يبقى في شكل هيماتوما، تمام. ايه الهيماتوما دي؟ اللي هي تجمع بلاط كده ما بين المصل وما بين الفاشيه بتاعتها، ودي بعمل لها اكسشن وخلاص. تمام. طيب ممكن يبقى ان اكسبلين شوك، انا مش عارف ايه سبب الانترنال هيموريدج ده، وفي الغالب في الغالب بن بن يعني ايه بن بنفترض ان هي ابدومينال تروم، تمام. طيب بعمل ايه بقى في الحاله دي؟ immobilization، بخليه ما يتحركش، stabilization و elevation لحد بقى ايه ما اتاكد ايه مصدر البليدنج بالظبط. طيب تمام. مش احنا قلنا برضو ان الـ internal hemorrhage ده بيظهر لي في شكل ان في بلوت خارج من اي natural orifice، تمام. مش النوز دي natural orifice، فممكن برضو الايه الابستاكس ان احنا نلاقيه بابستاكسس. ابستاكسس ده اللي هو النوز بليدنج، تمام. ممكن سببها تروما، اتخبط مثلا في مناخيره او كده، الناس اللي بتبقى واخده بنيه او حاجه زي كده. هايبرتنشن طبعا، سيفير هايبرتنشن، بنعمل ايه؟ لين فورورد، بنوطي لقدام ونبنش النوسترلز كده، بنمسك النوسترلز بتاعتنا. انتوا اكيد خدتوا التكنيك ده في الاي ان تي يعني. تمام. تاني حاجه الهيموبسيس، ان هو يقح دم، وده سببه بيكون اسوفجيال فاريسز، فببدا اتعامل بقى. ميلينا اللي هو ايه بلاد في الاسطول، بيكون سببها دايفرتيكولوزس، حاجه في اللارج انتستين يعني، مش مهم او مش عليكم يعني. تمام. كرونيك هيموريدج، ان هو يكون عنده انيميا. ماشي. طيب فببدا بقى ايه اتعامل مع الحاجات دي حسب السبب اللي انا عرفته. طيب جميل. طيب هنيجي نقسم الهيموريدج دي لستيجز. طب هنقسمها حسب ايه؟ حسب كميه الدم المفقود، تمام. طيب بيقول ان 60% من البادي ويت عباره عن فلويد، منهم 7% بلود في المن و6.5% في الومن، تمام. طيب انا جيت قسمت الستيج اوف هيموريدج سي لاربعه ستيجز حسب كميه الايه البلود لوس. عندي ستيج 1 15% بس، ستيج 2 من 15 ل 25%، ستيج 3 لا ده بقى اكتر واكتر من 25 ل 35، ستيج 4 اكتر واكتر اكتر من 35%، تمام. طيب انا عندي ستيج 1 لما يكون فيه 15% لص من السيركيوليتنج بلاد فوليوم، اللي هو لو افترضنا ان البيشنت بتاعي 70 كيلو هيبقى تقريبا من 500 ل 750 مللي، تمام. الجسم بيرسبوند ازاي؟ قال لي بيعمل كومبنسيشن، يعني بيقدر يعوض الفقد ده ازاي بقى؟
بيعمل فازوكونستريكشن، تمام. هلاقي نورمال بلاد بريشر عادي عادي جدا، وهلاقي نورمال بلس بريشر كمان، ونورمال ريسبيريشن، وهلاقي سلايت اليفيشن البلس. بصوا، هو ايه الفرق ما بين البلس بريشر والبلس؟ البلس ده النبض العادي اللي احنا بنقيسه في الراديال ارتري في ايدينا، تمام. البلس بريشر هقول لكم، عارفين قرايه الضغط مثلا لما بتبقى 120 80، الفرق ما بين ال 120 وال 80 اللي هو ال 40 ده، هو ده اللي احنا بنسميه بلس بريشر، تمام. فانا هلاقي نورمال بلاد بريشر، نورمال بلس بريشر، نورمال ريسبيريشن، هلاقي اليفيشن بسيط في البلس. الجسم عشان يكوب مع الهيموريدج ده بيبدا يطلع كاتيكولامينز. طب هو ليه بيطلع كاتيكولامينز؟ عشان هو عنده هيموريدج، بس هو عايز يزود البلاد فلو اللي رايح للقلب، مش عايز القلب يتاثر، تمام. زي مين؟ الابنفرين والنور ابنفرين. فهبدا بقى الاقي ايه ساينز للكاتيكولامين ريليز دي على البيشنت. هلاقي انكزايتي، هلاقيه لونه بيل كده شاحب، تمام، وكليني سكان اللي هي بيبقى ايه، هلاقيه جلده ساقع وعرقان شويه. طيب ستيج 2 عندي اللوس بقى 15 ل 25%، يعني من 750 ل 1250 مللي. الجسم بيبدا يعمل ايرلي دي كومبنسيشن، يعني بيبدا ما يبقاش قادر بشكل كافي، يعني بيعمل كومبنسيشن بس مش كامل او مش بشكل كامل. unable to maintain blood pressure، ما بقدرش اقيسه، بلاقي فيه تاكي كارديا، بلاقي فيه تاكيبنيا، بلاقي البلس سترينث قليل، يعني انا حاسه بلس بس قوه النبضه مش قويه تحت ايدي، تمام. ناروينج للبلس بريشر، ممكن الاقي مثلا ضغطه 180، فالفرق بقى 20 بس. فطبعا بيبقى فيه برضو كاتيكولامين ريليز، بس هنا بيبقى سيجنيفيكانت بقى اكتر من ستيج 1 بكتير. فهلاقي ايه؟ هلاقي ان الفينوس ريتيرن، البريفرال فينوس ريتيرن بتاعه بيزيد، عشان انا عايزه اودي ايه؟ عايزه اودي دم للقلب، تمام. كول كليني سكان، هلاقي جلده بقى ساقع، بقى سويتي، انكريز انكزايتي واجيتيشن، ونورمال رينال اوتبوت، مش بيبقى عنده مشاكل في الكيدني. ستيج 3 دي من 25 ل 35%، لوس اوف سيركيوليتنج بلاد فوليوم، من 1250 ل 1750، تمام. عندنا ليت دي كومبنسيشن، ليت دي كومبنسيشن، تمام. يعني ان الجسم حرفيا فاضل له تكه ويبقى ريفرسبل خلاص، يعني الموضوع بقى لا بقى يتعدى قدرته على الكومبنسيشن بكتير. بيقول ان الكومبنساتوري ميكانيزم unable to cope with loss of blood volume، لا هو هنا الهيموريدج زاد عن الكومبنسيشن بتاعه قوي. فهلاقي بقى علامات الكلاسيك شوك، هلاقي ويك ستريدي رابيد بولس، يعني انا النبض تحت ايدي كده هلاقيه ضعيف قوي قوي قوي، وهلاقيه سريع تك 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 تك، تمام. ناروينج للبلس بريشر اكتر واكتر، هلاقي تاكيبنيا، هلاقي انكزايتي، ريستلسنس، ديكريز ليفل اوف كونشسنس، ممكن يبقى جاي لي مش واعي قوي او اللي هو متوه كده. بيل كول اند كليني سكين، نفس الكلام برضو، هلاقي جلده شاحب، هلاقي ساقع، هلاقيه سويتي، وهكذا. ستيج 4 بقى ليفل الوحش، اكتر من 35% بلاد لوست، يعني اكتر من كام؟ من 1750 مللي. الارقام يا شباب مهمه قوي قوي قوي، تمام. طيب هنا الموضوع خلاص بقى ريفرسيبل، لا بقى قادر يعمل كومبنسيشن، والدمج اللي حصل ده خلاص ما يعني خلاص كده ريفرسيبل، تمام. بلس مش حسان، ريسبيريشن رابيد شالو وين افكتيف، رابيد شالو ده اللي هو ايه؟ اللي هو كده سريع قوي والنفس مش ديب، لا ده النفس شالو، تمام. الليفل اوف كونشسنس بيبقى جالي ليثارجيك كونفيوجن، كونفيوزد، ان ريسبونسيف، مش واعي قوي، تمام، في ليثارجي. الجينيتو يورينري سيستم بيتوقف، ما عندوش بقى يورينيشن، مفيش، مش شغال. السكان نفس الكلام برضو، بس هنا بيبقى فيري بيل، unlikely survival، يعني فكرة ان هو يكمل او يعيش بتبقى يعني قليلة قوي او صعبة، تمام. طيب طيب ازاي اسس حالة هيمرج؟ ماشي، اول حاجة بعمل initial assessment، تمام، وببدأ بعد كده بقى اعمل ايه، focused history وphysical examination. يعني ايه؟ يعني انا في الاول ببدأ ان انا اوقف الهيمرج زي ما احنا اتكلمنا بالبريشر والحاجات اللي احنا قلناها دي، وبعد كده ابدا بقى اشوف ايه سبب الهيموريدج ده، ايه او مثلا ايه اللي قطع البلاد فيزل، هل كسر، هل مش عارفه ايه، هنعرف بقى الكلام ده. اول حاجه الانيشال اسسمنت بتاعي، باخد كده جنرال امبريشن، ببص على العيان بصه سريعه كده، غالبا هلاقيه بيبليد، يعني اشوف المنتال ستيتس بتاعته، واعي ولا مش واعي، درجه الوعي قد ايه، الكلام ده اي بي سي بقى، ابدا اشوف اعمل الاير واي والسيركيوليشن والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها
بقالنا شوية دي، وبعد كده اشوف الانترفينشن المناسب. ممكن احط له اوتو. طب ايه دعوة الاوتو بالهيمورج؟ لا، هو عيان الهيمورج بنسبة كبيرة بيبقى محتاج اكسجين، تمام. اشوف لو في شوكة اتعامل معاها، بليدنج كنترول، بيزك لايف سبورت بيفور ادفانسد لايف سبورت. بمعنى ايه؟ اديله الاول الحاجات البيزك، تمام، السبورت البيزك عشان يعمل له ستابلايزيشن ويعيش، وبعد كده ابدا اشوف الايه الحاجات التانية. طيب تاني حاجة، فوكست هيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن. خلاص انا خليته ستيبل الى حد ما، ابدا بقى اعمل ايه؟ اعمل رابيد تروما اسيسمنت. انا بجيبه بقى بفحصه حتة حتة من شعره لصباع رجله زي ما بيقولوا، تمام. فول هيد تو تو consider ear medical if stage 2، زي ما احنا قلنا فوق ان هو محتاج اكسجين، تمام. فهو لو stage 2 او اكتر blood loss انا ببقى محتاجة انقل له اكسجين يعني، تمام. طيب focus the physical exam دي guided by chief complaint. ابدا بساله، طب انت حصل لك ايه؟ انا رجلي مش حاسس بيها. خلاص يبقى انا ابدا ادور في رجله، تمام. ده الايه focused physical examination يعني، ماشي. بأسس طبعا الفيتال ساينز، بفيتاله كل شوية. اللي هي ايه الفيتال ساينز؟ البريسنج والبلود بريشر والتمبريتشر والبولس، تمام. بعد كده بناخد بقى حاجة اسمها سامبل. ايه سامبل دي؟ ده اختصار، تمام، ساينز وسيمتومز. بشوف الساينز اللي ظهر عليه، اشوفه بيشتكي من ايه، الرجي لو عنده حساسية من حاجات معينة، ميديكيشنز لو ماشي على أدوية، باست ميديكال هيستوري، لاست اورال انتيك، اخر حاجه اكلها امتى او ايه، عشان لو في مثلا هديله انستيزيا او حاجه، ايفن ثلاث تو انجري، تمام. طيب برضو في حاجه اسمها او بي كيو ار اس تي، الاونست بقى الانجري دي لما حصلت له امتى، بروفوكيشن بتاعها، انظامه، كواليتي، توجعك قوي ولا نص نص، راديشن بترديت لحته معينه ولا لا، سيفيريتي، التايم، تمام، بتوجعك بقى لها قد ايه وكده. اديشنال اسسمنت بنعمل حاجه اسمها ايه، اورثوستاتيك هايبوتنشن، تمام، او بنشوف حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن اللي احنا قلنا عليها ان هو بيبقى نايم او قاعد ولما بيقوم فجاه ضغطه بيوطى قوي. بعملها بحاجه اسمها تلت تيبل تيست، تمام. ايه فكره تلت تيبل تيست؟ بصوا شايفين العيان النايم سوباين ده، التيبل دي بتبدا تقيمه واحده واحده لحد ما يبقى في الوضع ده كده، ماشي. فبيقول ان بيبقى فيه ديكريز في البلاد بريشر او في البالس من السوباين للسيتنج بوزيشن. هي دي المفروض جمله تانية، معلش هي جت بنفس اللون كده. بيقولي اصلا يعني ايه شوك؟ يعني ان اديكويت تشو بيرفيوجن، ماشي، يعني من بسبب الهيموريدج بقى كميه البرفيوجن او كميه الدم اللي رايح للتشو مش كفايه، تمام. تمام، طيب الشوك مانجمنت، طيب الشوك مانجمنت بقى بيقولي اول حاجه الاير واي والبريسنج، هو بيبقى محتاج ايه؟ هو عنده اصلا ان اديكوت برفيوجن، فانا محتاجه بقى اديله اكسجين عشان يروح للتشو ويعوض الايه البرفيوجن ده. بصوا هي هما دول عليكم اختصارات بس اصلا، بس انا يعني كاتبه لكم بس الاسامي عشان ايه ما تبقوش بتحفظوا عمياني كده. ان ار بي ده نون ريبريسر بريسنج، يعني ايه؟ بصوا ده بيستخدم في الشخص اللي هو بيكون عنده قدره اصلا على التنفس، بس كل حكايه من الاكسجين اللي هو بيسحبه من الجو مش كفايه، ماشي، فانا بس بزود له كميه الاكسجين انما هو قادر يتنفس عادي. في حاجه اسمها بي بي في اللي هو بوزيتيف بريشر فنتيليشن، لا ده مش قادر يتنفس اصلا، تمام. انتو تراكيل تيوب، ده انا بانسرت تيوب في التراكيه على طول. في حاجه اسمها سباب كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، في حاجه اسمها بيب بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. مش مهم الاسامي، يحفظوا بس ان ار بي، بي بي في، اي تي، سباب وبيب. هيموريدج كنترول ورغينا فيها كتير. فلويد ريسستيتيشن، الشخص ده عمال يفقد في دم ومع الدم طبعا سوائل وبتاع، لازم اعوض له الحاجات دي. انا بعمل له ايه؟ بركب له كانيولا، والكانيولا دي اهم حاجه ان هي تكون لارج بور عشان ابدا انسرت فيها حاجات زي ما انا عايزه، وبستخدم نورمال سلاين او بستخدم رينجر لاكتيت سوليوشن. ازاي؟ لكل كيلو جرام من وزن العيان بحط له 20 مللي، تمام. ممكن اعلق له بولي هيموجلوبين، وبتابع الفيتالز بتاعته كل شويه وبعمل لها ستابلايزيشن. وبيقول لي ان الفلويد ريسوسيتيشن بقى بيساعدني في النقطه دي، بيساعدني في نقطه ان هو ايه، يعمل ستابلايزيشن للفيتالز. يعني هو مثلا في حالات الهيد انجريز بيخلي لي السيستول بلاد بريشر من 80 ل 90، ده بيبقى كويس يعني بالنسبه لعيان شوك، ده كده كويس، تمام. بعد كده عندنا تمبريتشر كنترول، لازم احافظ على الكور تمبريتشر اللي هي التمبريتشر بتاعت اعضاء الجسم من جوه. عشان كده الاي في فلويدز اللي انا بديها دي بحاول ان هي تكون ورم شويه، ماشي.
عندي حاجة اسمها BASG، يعني نيوماتيك انتي شوك جارمنت. طيب ايه فايدة الانتي شوك جارمنتس اللي انا بعملها دي؟ انا عايزة ازود ايه؟ عايزة ازود البريفرال فينوس ريتيرن، عايزة ازود الايه، الفينوس ريتيرن، عايزة اقلل الفاسكولار فوليوم، عايزة ازود كمية الدم اللي راحة للبرين، ازود السنترال سي بي في اللي هو السريبرال بلاد فوليوم، وهعمل له كمان immobilization لللور اكستريمايتس. تمام. طيب اثناء ما انا بعمل الكلام ده بأسس ايه؟ بأسس لو في بالمونري اديما ولا لأ، اذا كانت مثلا لو هي فيميل بريجنسي، وبأسس طبعا الفيتال ساينز. اخر حاجة بيقولي ان اي انجري للهيد او للتورسو اللي هو الترانك انا بعتبرها انجري للسباين. ماشي. طيب احنا كده خلصنا، تعالوا بس نراجع سريعا كده على العناوين اللي احنا قلناها. نفتكر احنا قلنا ايه النهارده؟ ماشي، احنا بدأنا اول حاجة قلنا تراي موديل ديس ديستريبيوشن، قلنا ان الديس الناتج عن اي انجري بيحصل في حاجة من ثلاثة، اما سكند تومينتس ودي بسبب ابنيا بالكوز بتاعتها، اما سكند بيك ان هي بتحصل مينتس تو سيفرال اور ودي بسبب ممكن هيماتوما، ممكن نيمو نيمو سوركس رابشر سبلين او لاسريشن في الليفر او بلفيك فراكشر، المهم ان يكون حاجه معاها سيجنيفيكانت بلاد لوس. وبعد كده قلنا الثيرد بيك بتحصل سيفرال دايز تو ويك، وقلنا ان بيكون كومبليكيشن بقى حصل زي السبسز او حصل ايه مالتيبل اورجان ديسفانكشن. بعد كده اتكلمنا عن الترياج، وقلنا ان انا ببدا اعمل سورتنج للبيشنت حسب الايه الحاجات اللي هم محتاجينها للتريتمنت وحسب السيفيريتي بتاعتهم. انا عندي مالتيبل كاجواليتي، ان انا الناس اللي جايه لي دي الحاجات اللي هم محتاجينها دونت اكسيد الكابابيلتي اوف ذا فاسيلتي. ببدا اتعامل معاهم ازاي؟ بتعامل مع اللايف ثريتنينج بروبلم والمالتيبل سيستم انجري الاول. الماس كاجواليتي لا، ده هنا بتاكسيد بقى، فببدا اتعامل مع الجريتست تشانس اوف ايه اوف سرفايفل. طيب جميل. بعد كده قلنا الاطلس او الادفانس تروما لايف سبورت، اهم حاجه عندي فيها اي بي سي دي، ببدا اتعامل مع ايه؟ مع اير واي، مع بريسنج، مع سيركيوليشن ديسابيلتيز ونيورولوجيك ستاتس، بعمل ايه اكسبوجر وانفايرمنت. حاجه مهمه قوي قلناها ان احنا بنتعامل مع الحاجات اللي بتهدد الحياه الاول، مش مشكله دايجنوزس، مش مشكله هيستوري. طيب جميل. يعني دي السلايد دي اقروها. قلنا ان في الاير واي انا عندي كذا حاجه كده. ماشي. اول حاجه للتشن ليفت، ان انا ايه بضغط على الفور هيد من هنا وبرفع الماندبل لفوق، وبالصنب بتاعي بنزل اللور ليب لتحت. الجوس راست، انا بجيب ايديا الاثنين تحت الانجل اوف ماندبل وببدا اطلع الماندبل لقدام. اهم حاجه ان الهيد ما تكونش ولا هايبر اكستند ولا هايبر فليكسد ولا روتيتد. بعمل اكس راي بشوف الجلاسكو كوما سكيل بتاعه، لو اقل من 8 او لو جاي لي altered level of consciousness لازم احط له اير واي. تمام. وبعمل بروتكشن للسباينال كورد. طيب بعد كده قلنا الهيمورج عندي اكسترنال وعندي انترنال. اكسترنال دي بتبقى من سوفت تيشو، مش بتموته بس بتعمل كومبليكيشنز، بتعتمد على الاناتوميكال سورس بتاعها، على الديجري بتاع الديسربشن وعلى كميه البلاد لوس. انترنال هيمورج قلنا ان دي بتبقى في واحده من الاربعه كافيتيز، تشست ابدومن بلفس ريترو بيريتونيوم، بيبدا يظهر عليه ساينز. انا ما بشوفش بليدنج بعينيا، ممكن الاقي بليدنج من الماوس، من الريكتوم، من النوز، الاقي فوميتس غامق، الاقي ميلينا، الاقي ديزنس وسينكوب، او يبقى عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن. تمام. وقلنا الفيسيولوجيك ريسبونس اربع حاجات، فازو كونستريكشن، وبيكون بريتلت بلاج يعمل عليها كواجيليشن، بعدين التشو يرجع يتكون تاني. الكنترول بقى احنا قلنا في الاكسترنال هيموريدج بضغط ارفع اجينست جرافيتي، احط ايس، استخدم ايه كونتراكتنج باند وتورنيكت. انترنال هيموريدج حسب الموضوع او حسب الايه الحاجه اللي انا شايفاها ابدا اتعامل، ممكن تبقى هيماتوما، ممكن تبقى ان اكسبليند ابستاكسيس هيموبتيس ميلينا كرونيك هيموريدج. لازم ابقى عارفه سبب كل حاجه من دول عشان اعرف همانج ازاي. الستيجز اوف هيموريدج قسمناها اربعه حسب كميه البلاد لوس. مهمه قوي ان انا احفظ الارقام دي، مهم ان انا احفظ او اعرف ان ستيج 1 الجسم بيقدر يعمل فيها كومبنسيشن، الستيج 2 الكومبنسيشن بيبدا يقل شويه، ستيج 3 لا، ده على حافه الايريفرسبل، ان الكومبنساتوري ميكانيزم مش بتقدر تواكب اللوس بتاع البلاد فوليوم ده. وستيج 4 لا، ده كده خلاص ليفل الوحش وغالبا unlikely survival. بعد كده بدانا نعمل الاسسمنت، عملنا الاول انيشال اسسمنت، بعد كده بدانا بقى نشوف تروما بقى اسسمنت، خدنا بقى ايه هيستوري وخدنا فول اكزامينشن وعملنا الفايتالز وخدنا اللي هي سامبل واو بي كيو ار اس تي والحاجات دي. بعد كده الشوك مانجمنت، قلنا الاير واي والبريسنج، وعندنا كذا
ميثود، بعد كده عملنا هيمرج كنترول، بعد كده علقنا له فلويد وعملنا تمبريتشر كنترول، وبعد كده عملنا حاجة أخيرة اسمها نيوماتيك أنتي شوك جارمنت. احنا كده خلصنا، يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب تكونوا اتفقتوا.